والله الظروف شوي تعباني، عم حاول مثلا اذا بامكاني اطلعوا من مخيمه لحتى احاول اعتني بهالاولاد، اولادي قطعه من جسمي، عم اعتني فيهم لحتى يتعلموا ويشوفون قدامي، عم عمر مشان اولادي، اولادي مثلا عندهم نسوان عندهم هدي، وظروف المخيمات صعبه. والله صعوبات بالمعيشة وأمراض دائما، أدوية قليلة، وعندي امرأة مثلا سوى العملية يعني كلفتنا كثير ولا نجحت العملية، وأدوية صعبة عم نحاول نأمن لها دواء، ما عم نلاقي دواء، أو إذا لقينا أسعار الدواء غالي. تحلم يشوفوا الأولاد قدامي، بحلم تفرج على هالأمي، يرجع كل هالعالم ترجع على بيوتها.